ما شاء الله بدأ. الله يلا حياك ها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ورينا الان تخريص ما شاء ما قصر ابو خالد. ابو خالد من وين؟ من السعوديه. من الدمام. بس تم. انا الله يحييك. تم. انا اجي دائما دمام. ابد تشرفني. والآن وضع الدجاج في هذه الشواية مع الشمج لكيون. ما شاء الله نضج عاد. روح الشمج روح الشمج روح الشمج. ما شاء الله 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 ما شاء الله. روح هيا. ان شاء الله كل مره اروح لك. لا جيب واحد. براي كيف في حيو شمج حيو شمج. روح حبيبي روح. انا قاعد كم شيء ان شاء الله. مناسب كم سله؟ هذه الست 16 سله. 16 سله من ثلاث دجاجات يعني 48 دجاجه. كنت تسع اكثر بس الحين 48 دجاجه يا جماعه. هذه حق الكبيره. رفعوا شوي عنكم. انا بعده عنكم حلال هواي. ونبدا نشغل اول شوايه. بسم الله. حيو بناصر حيو بناصر. يعطيكم العافيه شباب. اشتغلت والحين طريقه شوي الدجاج بهذه الشوايه. نعم. طبعا الشوايه الاولى اشتغلت، باقي هذه والثانيه ثلاث اربع خمس من تقريبا، وهذه اشتغلت الحين. الله كيف حالك؟ الحمد لله. من اسمك؟ سعيد البرعمي. انت اصغر متطوع في مخيم الحاشيه؟ ايوه. ليش تاخرت؟ لان انا تعطرت وكشفت. ايوه. معنى انا اكشف عشان اروح عند مشهورين. نعم. ايوه قلت لابوي انا نجي هنا. اها. عشان نصور معاهم وناكل من عندهم. مضبي. مضبي مشوي كل شيء. حياك الله. وتعطرت اهم شيء؟ ايوه تعطرت. عطر ويش؟ ما تفوح عليك الريحه. يا الله صح تفوح. تعطرت كله عشان ابو ناصر. ايوه. يعطيك العافيه يعطيك العافيه. ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك؟ ابو خالد. الله 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 الله. روح راعي الدمام روح. الله وكيلك.
الله اكيد اكيد ما في شك صراحه الاجواء. اشكرك انك زرعت البسمه في وجوه كل حد من صغير وكبير. صايم اليوم؟ لا لا بعد زين. هل والله نعتبر من الجمهور اليوم؟ نعم. بسبب الاوضاع اللي شفتها؟ لا هذه تحصل تحصل. لكن ان شاء الله من بعد ساعه ونص ساعتين من ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه. ونشوف جمهور ابو ناصر ما شاء الله محبينه. الكل حاضر الكل حاضر مشاهده الشوايات. كيف طريقه الشوي بهذه يعني اللي يشوف يقول كيف يا اخي يشوي دجاج بهذه الشوايه. شوف الطريقه هناك ايضا ان شاء الله. وين وصل الشمج؟ اين الشمج؟ الشمج ابو ناصر. في واحد من المتابعين يقول لك اقول لك يحيى اسال احمد السعد يقول له لو الحين عطوك التيمة وعليها ونجي او توجي وقالوا لك امباك تلعنها اللعن تخميس وتخمس يبوها بنقرب بننظر في الموضوع. نعم قالكم هاتوها وبيشوف بعدين اذا بيلعنها ولا لا. اخش شمج صراحة. هذاك فراولة انت كيوي الفعالية صراحة لانك كيومي كيومي كيوي ويوي. خلا بنسوي فعالية الحين. البرعمي انت تعرف تتكلم لغة ايش؟ الشحري. انزين بتكلم من؟ يلا كلمة. حمزة كيف حالك؟ الحمد لله بخير. من ها؟ من صلوات. لا تتقجينا اندور السيك بسطر. يلا انقل مغدو. انا ركبك انين زيرة الكروز كروزة مغدو. يلا من هون لك يفتح افتح شي تشبوه ايش انزين غدو على عزمك كيف حي تمام. يلا يعني الحين انت تتكلم اكثر شيء شحر اكثر من العربي. ايوه. بس تتكلم عربي يوم تروح المدرسة. ايوه ما شاء الله عليك. الحين ايش قلت له انت بالعربي؟ قلت له ترى معانا في سيارة نروح مرباط. هو ايش قال؟ هو قال تم تم. بعدين قال هو بعزمك في مكروز ودقيق. ايوه قلت له تمام. يعطيكم العافية. مشهور انت له يعني. يعطيكم العافية. ما شاء الله ما شاء الله. اوه 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 هذه المريحان العودة اللي الحين بيركبوا فيها الدجاج. الشمي كم تقريبا كم دجاجة؟ 400 ما شاء الله. انت لازم اشلك العراق. روح ابو نيوم روح. الحمد لله جبته صح. ما جبته صح سمعت ابو نيوم ندلك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حطوها المريحان العودة. روح 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 راعي عبري روح. انك 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 ذيب والله راعي عبري. هذي والله ان اشتغل. اما انا اشتغلت في التصوير. ابو نيوم عطوه اسمه صفري خلوه يعكس. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. ان شاء الله. ابو نيوم. نعم. بصراحه بامانه ايش رايك بال والله اول حاجه تحس بارتياح. نعم. صح انك تشتغل وتكرف ويلمون. نعم. غير تحس الناس يعني جايين منك تحس بارتياح. ما شاء الله عليك. الحمد لله. واهم شيء تسعد الناس. الله. تسعد نفسك وتسعد. انت انسان دائما تسعد الناس والله سواء بالعرسي سواء بالكلمة الطيبة. الله يخليك. متى دوري العرسي؟ قريب. ذبيحة دياية وي. يا أخي شركة ألسي كولا دائما موجودة في كل الفعاليات. تخيلوا باص إش كبرة كل مشروبات ألسي كولا مجانا لجمهور اللي حاضرين لمخيم الحاشية. شكرا أخوي مرشد. والله العظيم هذه مبادرة قوية منك. احنا دائما معاكم. وإذا خلص الباص نجيب غيره. نجيب غيره.
السكولا بطل يا جماعة. هذا كل المشروبات طبعا حاطينهن هنا عشان يكون الله بيض الله ويها. وكل الأنواع تسع نكهات. كفو عليك يا مرشد. إذا خلص نجيب غيره. وإذا خلص نجيب غيره. كفو شغالين. يستاهلوا الجمهور ويستاهلوا الجمهور كلهم، وانت كذلك تستاهل هذه المحبة يا أخوي مرشد. الله يسعدك يا رب. كيف الأمور برعمي؟ الأمور طيبة؟ بس ما أشوفك اشتغلت. يلا اشتغل اشتغل. أي شيء خرس دياي؟ أي شيء خرس دياي البرعمي. أباك مرة تكون بياض وجه. كم تقريبا كم دياي يا يابين؟ 500 وزيدك من الشعر بيت. شركة ألسي كولا جاية هني وبيوزعوا بارد حق كل الجماهير مجانا، ويقول لك إذا ما كفاهم بيجيبوا باص ثاني. وين هذه ألسي كولا؟ هذا شوف، أبغاك الحين أنت أول واحد تشرب. روح تعال تعال، أول واحد تأخذ لك بارد. أعطي واحد، أعطي واحد البرعمي أول واحد. افتح الباص، افتح الباص، روح أنت بروحك افتح الباص، روح. يعرف يفتح؟ أيوة. برعمي ذي من سدح؟ لا حلو، خذ لك إيش اللي تبغاه. ها أنت أول واحد بتأخذ، إيش اللي تريده؟ ألسي كولا خلاص. يلا سكر.